الرئيس السيسي يستقبل وفداً صينياً ويؤكد حرص مصر على الإسهام الإيجابي في التصدي للتحديات العالمية الراهنة. مدبولي يستعرض مقترحات غرفة الصناعات المعدنية بشأن تعميق الصناعة وزيادة الإنتاج والتصدير. أذربيجان تؤكد أن عمليتها العسكرية في كاراباخ قد ساهمت في عقد معاهدة سلام، وأرمينيا تدعو لمراقبة حقوق الإنسان في الإقليم. الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على الإسهام الإيجابي في التصدي للتحديات الراهنة التي تواجه المجتمع الدولي وتعزيز العمل الجماعي الدولي المشترك بما يحافظ على السلم والاستقرار ويدفع في اتجاه إصلاح منظومة الحوكمة المالية الدولية. وخلال استقباله وفدا صينيا رفيع المستوى برئاسة لي تشي عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أشاد الرئيس السيسي بالتجربة التنموية الصينية المتميزة، مؤكدا توافر فرص عديدة لتحقيق الاستفادة المتبادلة للبلدين. وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه جرى في هذا الإطار استعراض جهود زيادة التعاون في مجالات عدة، من بينها التبادل التجاري وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والطاقة، وكذلك السياحة والعمل المناخي الدولي. وأضاف متحدث الرئاسة أن اللقاء شهد إشادة الجانبين بعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط مصر والصين على جميع المستويات الرسمية والبرلمانية والشعبية، وتأكيد الحرص المتبادل على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين. كما تطرق اللقاء كذلك إلى تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث أعرب الوفد الصيني عن التقدير للدور المصري الفاعل في استعادة وترسيخ الاستقرار والتنمية في المنطقة، سواء من خلال مكافحة الإرهاب أو عن طريق العمل على تحقيق التسوية السياسية لمختلف الأزمات بالمنطقة. وفي ذات السياق أعرب المسؤول الصيني عن رؤية بلاده إيجابية لما شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة من تطور تنموي لافت يهدف لبناء قدرات الدولة ونهضتها، منوها في هذا الصدد لجهود تطوير محور قناة السويس التي تعكس الموقع الاستراتيجي الفريد لمصر بين الشرق والغرب والتحسن المضطرد في مناخ الاستثمار، مشيرا إلى اتساق الرؤية التنموية المصرية مع مبادرة الحزام والطريق الصينية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا صينيا رفيع المستوى برئاسة السيد لي شي عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وذلك بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ وسفير الصين بالقاهرة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد لي شي نقل خلال اللقاء تحياتي وتقدير الرئيس الصيني شي جين بينغ للسيد الرئيس، وهما ما بادله السيد الرئيس بتأكيد خالص تحياته وتمنياته الطيبة للرئيس الصيني. كما شهد اللقاء تثمين الجانبين لعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط مصر والصين على جميع المستويات الرسمية والبرلمانية والشعبية،
وتأكيد الحرص المتبادل على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين. وفي ذات السياق، أعرب المسؤول الصيني عن رؤية بلاده الإيجابية لما شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة من تطور تنموي لافت يهدف لبناء قدرات الدولة ونهضتها، منوهاً في هذا الصدد إلى جهود تطوير محور قناة السويس التي تعكس الموقع الاستراتيجي الفريد لمصر بين الشرق والغرب والتحسن المضطرد في مناخ الاستثمار، مشيراً إلى اتساق الرؤية التنموية المصرية مع مبادرة الحزام والطريق الصينية. كما أشاد السيد الرئيس بالتجربة التنموية الصينية المتميزة، مؤكداً توفر فرص عديدة لتحقيق الاستفادة المتبادلة للبلدين. وجرى في هذا الإطار استعراض جهود زيادة التعاون في مجالات عدة، من بينها التبادل التجاري وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والطاقة، وكذلك السياحة والعمل المناخي الدولي. أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه جرى تبادل لوجهات النظر بشأن سبل حفظ السلم والأمن الدوليين، حيث عرض الجانب الصيني رؤياه في هذا الشأن. وأكد السيد الرئيس حرص مصر على الإسهام الإيجابي في التصدي للتحديات الراهنة التي تواجه المجتمع الدولي وتعزيز العمل الجماعي الدولي المشترك، بما يحافظ على السلم والاستقرار ويدفع في اتجاه إصلاح منظومة الحوكمة المالية الدولية. كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث أعرب الوفد الصيني عن التقدير للدور المصري الفاعل في استعادة وترسيخ الاستقرار والتنمية في المنطقة، سواء من خلال مكافحة الإرهاب أو عن طريق العمل على تحقيق التسوية السياسية لمختلف الأزمات بالمنطقة. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية لعرض رؤاهم بشأن تعميق الصناعات المعدنية وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير. وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أنه يجرى العمل حاليا على تحويل عدد من المسابق غير الرسمية من أجل دمجها في الاقتصاد الرسمي عبر عدد من المحفزات التي يجرى التنسيق بشأنها مع الحكومة. وتعد غرفة الصناعات المعدنية واحدة من أهم الغرف في اتحاد الصناعات، حيث تضم 1500 مصنع ومنتج ورشة، وتقدر حجم استثماراتها ب 800 مليار جنيه، توفر نحو 350 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يزيد على 1 مليون فرصة عمل غير مباشرة. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مع الأدميرال روب باور رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في ضوء مجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين الجانبين. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأدميرال روب باور رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين كلا الجانبين. وأكد القائد العام للقوات المسلحة على تقديره لعلاقات الصداقة والتعاون العسكري مع اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطي، مشيرا إلى توافق الرؤى حول مختلف القضايا والموضوعات بما يساهم في دعم ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة، فيما أشاد رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطي بالدور المحوري التي تقوم به الدولة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة، معربا عن تطلعه لتعزيز آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية واللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطي. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد التقى الأدميرال روب باور والوفد المرافق له، وتناول اللقاء علاقات التعاون في مختلف المجالات العسكرية. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة. أتكلم من واقع خبرة مصرية فريدة لشعب قام بجهد جبار لاستعادة دولته وإنقاذ هويته، واختار أن تكون الدولة
الوطنية القادرة والعادلة بابه للإصلاح وتحقيق تطلعاته في الحرية والتنمية والكرامة. استضاف وزير الخارجية سامح شكري نظيريه الأردني أيمن الصفدي والعراقي فؤاد حسين في إطار آلية التعاون الثلاثي، وذلك بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وعلى هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. بحث وزراء خارجية الدول الثلاث سبل تفعيل التعاون في عدة مجالات اقتصادية وسياسية، حيث تم الاتفاق على أهمية الانتهاء من المشروعات المطروحة فيما بين والمبادرة بطرح أفكار ومشروعات جديدة في مجالات منها الربط الكهربائي والطاقة المتجددة والاتصالات، التجارة والصناعة، وكذلك مجالات التعاون الأمنية والدفاعية. هذا واتفق وزراء الخارجية على استمرار التنسيق فيما بينهم لإعداد للقمة الثلاثية القادمة والمقرر عقدها في القاهرة. أعلنت السلطات الفلسطينية استشهاد شابين فلسطينيين، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم نور شمس شرق تلكرم. في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي جامعة بيرزيت شمال رام الله واعتقلت 8 طلاب. من جهتها، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بإجراءات أممية لتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني واتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية في ضوء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة. أفاد الجيش الأوكراني بأن قوات الدفاع الأوكرانية دمرت 51 قطعة من المعدات العسكرية الروسية في قطاع تافريا خلال 24 ساعة الماضية، من بينها 6 دبابات وخمسة أنظمة مدفعية بالإضافة إلى 4 مستودعات ذخيرة. أضاف الجيش في بيان له أن وحدات المدفعية الأوكرانية قد نفذت 1116 مهمة إطلاق نار في القطاع، وذلك خلال 24 ساعة الماضية، حيث تم تدمير 6 دبابات و11 عربة قتالية مدرعة و5 أنظمة مدفعية بالإضافة إلى منظومة دفاع جوي واحدة، كما تم تدمير 4 مستودعات للذخيرة. تسيطر حرب الطائرات المسيرة على المشهد في المواجهات الروسية الأوكرانية، وذلك في ظل عدم تمكن أي من الطرفين من حسم المعركة على الأرض. تلجأ كييف إلى تلك المسيرات عادة لأنها أقل تكلفة من الطائرات أو الصواريخ، كما يمكنها اختراق الأراضي الروسية لا سيما الحدودية بسهولة. لا تزال حرب الطائرات الصغيرة بدون طيار هي المسيطرة على المشهد في المواجهات الروسية الأوكرانية في ظل عدم تمكن أي من الطرفين من حسم المعركة على الأرض. خبراء في القوات الجوية لدى حلف الناتو يؤكدون أن التصدي لهذه الطائرات المسيرة مسألة معقدة نظراً لصغر حجمها وسرعتها، فضلاً عن قدرتها على التخفي عن أنظمة الرادارات. ولكن الحل المعقد ليس مستحيلاً، فشركات غربية عدة تسعى لحل هذه المعضلة من خلال التقاط الطائرة بدون طيار بشبكة. ويرى كثيرون أنه ليس بالضرورة تدمير الطائرة بدون طيار لتحييدها، ففي بعض الحالات من الأفضل الاستيلاء عليها أو تحويل مسارها إذا كان تدميرها سيعرض القوات أو البنية التحتية للخطر. ومن هذا المنطلق قامت شركات ألمانية بتطوير نظام للصيد الشبكي لطائرة بدون طيار، ولكن ذلك يواجه مشكلة أساسية هي ضرورة رصدها أولاً، إما باستخدام الرادارات أو الكاميرات أو محطات المراقبة. وفي هذا المجال لا تتعلق المسألة بالاستيلاء على الطائرة بدون طيار، بل التشويش عليها، كون ذلك يؤدي إلى تعطيل الاتصالات مع مشغلها، وهو ما يسمح بالتحكم فيها وإعادة توجيهها. وتعاظم استعمال الطائرات المسيرة أو الدرون مؤخراً، لا سيما منذ تعثر الهجوم المضاد الذي أطلقته القوات الأوكرانية
مطلع الصيف الحالي، وتلجأ كييف إلى تلك المسيرات عادة لأنها أقل كلفة من الطائرات أو الصواريخ، كما يمكنها اختراق الأراضي الروسية خاصة الحدودية بسهولة. سلطت وزارة الدفاع البريطانية الضوء على ما وصفته بتزايد وتيرة حركة التنقلات داخل الجيش الروسي حتى بين الرتب العليا منذ بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا في فبراير من عام 2022. ذكرت الدفاع البريطانية في تحديثها الاستخباراتي بشأن الوضع في أوكرانيا أن ثلاثة قادة متعاقبين تابعين لأحد أفواج القوات المحمولة جوا المرموقة في روسيا قد استقالوا أو قتلوا، مشيرا إلى الاستنزاف الشديد وارتفاع معدل التغييرات في الجيش الروسي حتى بين الرتب العليا نسبيا. أفادت مواقع متخصصة في متابعة حركة الملاحة البحرية بوصول ثاني سفينة قمح أوكرانية إلى اسطنبول عبر البحر الأسود، وذلك رغم تهديدات موسكو بضرب أي سفن تنطلق من أوكرانيا أو تتوجه إليها. كانت السفينة قد انطلقت الجمعة الماضية من مرفأ تشورنوموسك جنوب أوديسا سالكة ممرا بحريا أقامته كييف للالتفاف على الحصار الذي تفرض روسيا منذ انتهاء العمل بالاتفاق الدولي لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود إثر انسحاب موسكو منه في شهر يوليو. طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمهوريين باتخاذ خطوات فورية للحيلولة دون تعطل عمل الحكومة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. قال بايدن إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين القيادة الجمهورية في الكونغرس وإدارته في مايو سيمول أولويات الأمن الداخلي والقومي الأساسية وسيخفض عجز الميزانية بمقدار تريليون دولار على مدار السنوات العشر المقبلة. توقع بنك جي بي مورغان أن تصل أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل خلال السنوات القليلة الماضية، وتسببت أسعار النفط المرتفعة مؤخرا بسبب تخفيضات الإنتاج من جانب منظمة أوبك وارتفاع الطلب في تأجيج المخاوف التضخمية، كما أثارت مخاوف من أن معدلات الفائدة ستبقى مرتفعة ولفترة أطول. منذ أن بدأت الأزمة في أوكرانيا مطلع عام 2022 وتشهد أسواق الطاقة عالميا ارتفاعا في أسعار النفط والغاز مع توقعات بزيادات أخرى خلال الفترة المقبلة، بنك جي بي مورغان رأى أن أسعار النفط المرتفعة حاليا لديها القابلية لمزيد من الصعود الفترة المقبلة، لافتا إلى أن صدمات السعة الإنتاجية على المدى المتوسط والتحول بعيدا عن الاستثمارات في قطاع الهيدروكربون قد يقود سعر خام برنت في النهاية إلى 150 دولارا للبرميل. ويتوقع جي بي مورغان أن متوسط سعر خام برنت سيتراوح ما بين 90 إلى 110 دولارات للبرميل في 2024 وبين 100 و120 دولارا للبرميل في عام 2025 قبل أن يسجل 150 دولارا بحلول عام 2026. ووفقاً لتلك التقديرات فإن التفاوت ما بين المعروض والطلب العالمي سيستقر عند 1.1 مليون برميل يومياً في 2025 ويزداد إلى 7.1 مليون برميل يومياً في عام 2030. وتسببت أسعار النفط المرتفعة مؤخراً بسبب تخفيضات الإنتاج من جانب منظمة أوبك وارتفاع الطلب
في تأجيج المخاوف التضخمية، كما أثارت مخاوف من أن معدلات الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول. وتعد بيئة معدل الفائدة المرتفع لفترة أطول أحد العوامل الرئيسية وراء نظرة المصرف الأمريكي السعودي لأسعار النفط، حيث يرى البنك أن تلك البيئة ستؤدي إلى كبح الاستثمارات الرأسمالية المخصصة لاستكشاف وإنتاج الطاقة. أكد رئيس أذربيجان إلهام علييف أن العملية الأذرية العسكرية في إقليم ناغورنو كاراباخ قد خلقت ظروفا أكثر ملائمة لعقد معاهدة سلام مع أرمينيا. ذكرت الرئاسة الأذرية أن علييف قد أبلغ الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لجنوب القوقاز تويفو كلار أنه تمت مصادرة الأسلحة والذخائر من إقليم كاراباخ، كما عثر على عدد كبير من مستودعات الأسلحة، موضحا أنه سيتم إنشاء فريق عمل لمعالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة. كما لفت رئيس أذربيجان إلى أنه سيتم ضمان جميع حقوق سكان إقليم كاراباخ، بما في ذلك حقوقهم في التعليم، فضلا عن حقوقهم الثقافية والدينية والبلدية والانتخابية. قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان إن بلاده مستعدة لقبول جميع سكان ناغورنو كاراباخ من عرقية الأرمن. وأضاف رئيس وزراء أرمينيا أن التكتلات الأمنية التي كانت أرمينيا عضوا فيها لم تكن فاعلة. وذكرت وزارة الصحة في أرمينيا أن سيارات إسعاف أجلت بعض المصابين من ناغورنو كاراباخ إلى يريفان. دعت أرمينيا إلى الانتشار الفوري لبعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان والأمن في ناغورنو كاراباخ، وسط مؤشرات على احتمال وصول مساعدات إلى المنطقة الانفصالية في ظل وقف هش لإطلاق النار. أعلنت أذربيجان وقف إطلاق النار بعد إجبار القوات الانفصالية الأرمينية على قبول عودة إقليم كاراباخ إلى سيطرة أذربيجان. إعادة دمج السكان الأرمن في منطقة ناغورنو كاراباخ بوصفهم مواطنين متساويين، تأكيدات أعلنتها أذربيجان على لسان وزير خارجيتها جيهون بيرموف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. الوزير الأذري اعتبر ذلك بمثابة فرصة تاريخية بالنسبة لأذربيجان وأرمينيا لإقامة علاقات حسن جوار والتعايش جنبا إلى جنب بسلام. تصريحات تأتي عقب قيام أذربيجان بشن عملية عسكرية خاطفة الأسبوع الماضي في هذه المنطقة الانفصالية ذات الغالبية الأرمينية، إلى أن تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار الأربعاء الماضي بعد 24 ساعة من بدء الهجوم الأذري. في غضون ذلك أعلنت باكو أنها تعمل مع روسيا على نزع سلاح قوات منطقة كاراباخ. من جهتها أكدت قوات حفظ السلام الروسية الموجودة في المنطقة أن الانفصاليين سلموا عددا من المدرعات ومئات القطع من الأسلحة الخفيفة والآلاف من قطع الذخيرة. وكان الانفصاليون قد رأوا أن المحادثات بين السلطة في ناغورنو كاراباخ والجانب الأذري والتي بدأت الخميس الماضي برعاية قوة حفظ السلام الروسية ستسمح بتنظيم عملية انسحاب القوات وضمان عودة المواطنين الذين نزحوا جراء الهجوم العسكري. في تلك الأثناء دخلت أول قافلة مساعدات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى كاراباخ، وذلك منذ الهجوم الخاطف الذي شنته قوات أذربيجان على هذه المنطقة بعد عبور ممر لاتشين لتنقل خصوصا 70 طنا من المساعدة الإنسانية للسكان. أعلنت السلطات الفلبينية فتح تحقيق في وقوع انفجار بمنطقة انتظار للسيارات في مطار مانيلا الدولي. وذكرت وسائل أعلام فلبينية رسمية أن الانفجار وقع بسبب قنبلة مولوتوف ألقيت من الخارج، مشيرة إلى أن قوات الشرطة وقوات الأمن في المطار تحقق في الحادث الذي تسبب في وقوع أضرار بالسيارات المحيطة.
اتهمت الفلبين قوات خفر السواحل الصينية بتركيب حاجز عائم في منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. أدان المتحدث باسم خفر السواحل الفلبيني جاي تاريلا بشدة هذه الخطوة، قائلا إنها ستمنع قوارب الصيد الفلبينية من دخول المنطقة ويحرمها من أنشطة الصيد والمعيشة. دخلت سفينتان حكوميتان صينيتان المياه الإقليمية اليابانية بالقرب من جزر سينكاكو في بحر الصين الشرقي، وظلتا هناك لأكثر من 25 ساعة. وجه خفر السواحل الياباني تحذيرا إلى السفينتين بعدم دخول المياه الإقليمية اليابانية مجددا. تعد تلك هي المرة 24 هذا العام الذي ترصد فيها الحكومة اليابانية سفنا حكومية صينية في المياه الإقليمية لليابان حول جزر سينكاكو. ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون قد تعهد بتعزيز علاقات التعاون مع الصين في رسالة إلى الرئيس شي جين بينغ. جاءت هذه الرسالة ردا على التهاني التي أرسلها الرئيس الصيني بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس كوريا الشمالية هذا الشهر. وأبدأ الرئيس الصيني استعداده لتعزيز التواصل الاستراتيجي والتعاون على مستوى فرق العمل. بحث وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين مع نظرائه من هولندا ودول أخرى، بحث سبل تعزيز التعاون، وذلك أثناء حضوره الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي. أوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن بارك جين أعرب عن قلقه العميق بشأن المناقشات حول التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا خلال اجتماع القمة الأخير بين زعيميهما، وشدد على أن سول سوف تتعاون مع شركائها للرد بصرامة على أي انتهاكات لقرارات مجلس الأمن. تظاهر عشرات الآلاف من المواطنين ضد عنف في الشرطة في عدة مدن فرنسية، حيث أصيب عدد من رجال الشرطة بجروح طفيفة في هجوم استهدف سيارتهم. ذكرت وزارة الداخلية الفرنسية أنه تم اعتقال 6 أشخاص في كل أنحاء فرنسا. تحت شعار لا للعنف ولا للعنصرية، خرج عشرات الآلاف في تظاهرات ضد عنف الشرطة جابت مدنا فرنسية عدة بينها باريس. الشوارع تحولت إلى ساحات مواجهة بين المواطنين الفرنسيين وعناصر الشرطة، ما أسفر عن إصابة عدد من رجال الشرطة بجروح طفيفة في هجوم استهدف سيارتهم. وكان نحو 100 منظمة نقابية وسياسية وتجمعات أخرى من أحياء الطبقة العاملة قد دعت إلى هذه التظاهرة التي حظيت أيضا بدعم 150 شخصية سينمائية، وبلغ عدد المتظاهرين نحو أكثر من 30 ألف شخص في كل أنحاء البلاد، بينهم 9000 في باريس وفق وزارة الداخلية التي أكدت اعتقال 6 أشخاص في كل أنحاء فرنسا. في العاصمة وبعد انطلاق التظاهرة في أجواء هادئة، تشكل موكب ضم مئات الملثمين الذين خربوا واجهات فروع مصارف وألقوا حجارة على عناصر الشرطة المنتشرة في المدينة، وهتف المتظاهرون بعبارات منددة بالشرطة ورفعوا شعار العدالة لنائل، هذا المراهق الذي قتل في يونيو الماضي قرب العاصمة الفرنسية أثناء حاجز تدقيق مروري في واقعة أثارت موجة من أعمال الشغب في البلاد. هذا ولم تكن تلك التظاهرة الأولى في فرنسا، حيث شهدت فرنسا موجة من التظاهرات منذ بداية العام فضلا عن عدد من الاحتجاجات العمالية. تسعى اليونان في ديسمبر المقبل إلى تجديد اتفاق الهجرة المبرم في عام 2016 بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. كشف وزير الهجرة اليوناني ديمتريس كيريداس عن وصول أكثر من 18 ألف مهاجر غير قانوني في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، وذلك بزيادة نسبتها 106% عن عام 2022. يتيح اتفاق الهجرة الحالي المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا إعادة المهاجرين غير القانونيين الوافدين إلى الجزر اليونانية إلى تركيا مقابل مساعدات.
طلب المستشار الألماني أولف شولتس من الحكومة البولندية توضيحا بخصوص الاتهامات الموجهة إليها بتلقي أموال من المهاجرين مقابل منحهم تأشيرات دخول لأراضيها. استدعت برلين السفير البولندي لديها لمناقشة هذه المسألة، وكانت بعض أحزاب المعارضة قد اتهمت الحكومة البولندية هذا الشهر بالضلوع في نظام يحصل بموجبه المهاجرون غير القانونيين على تأشيرات دخول لبولندا بشكل أسرع دون الالتزام بالضوابط اللازمة بعد دفع أموال لوسطاء. بهدف احتواء الهجرة غير القانونية التي تمر عبر بولندا وجمهورية التشيك، أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أن برلين ستدرس فكرة إنشاء نقاط تفتيش حدودية ثابتة. الوزيرة الألمانية رأت أن نقاط التفتيش تلك يمكن أن تشكل وسيلة لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين بطريقة أكثر قوة. وزيرة الداخلية الألمانية أشارت إلى أنه سبق لها وعززت وجود شرطتها على طول الحدود مع البلدين المجاورين لاحتواء تدفق المهاجرين غير القانونيين. في غضون ذلك، طلب المستشار الألماني أولاف شولتس من الحكومة البولندية توضيحاً بخصوص الاتهامات الموجهة إليها بتلقي أموال من المهاجرين مقابل منحهم تأشيرات دخول لأراضيها، وهو ما أغضب الساسة في بولندا مع احتدام الجدل حول الهجرة في ألمانيا. ويمثل هذا الطلب تصعيداً من جانب ألمانيا التي تشترك في حدودها الشرقية مع بولندا، كما أنه يأتي بعد أيام من قول بعض المصادر إن برلين استدعت السفير البولندي وإن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تحدثت إلى نظيرها البولندي بخصوص هذا الموضوع. واتهمت بعض أحزاب المعارضة الحكومة البولندية هذا الشهر بالضلوع في نظام يحصل بموجبه المهاجرون على تأشيرات دخول لبولندا بشكل أسرع دون الالتزام بالضوابط اللازمة بعد دفع أموال لوسطاء. ويمكن للقادمين إلى بولندا العبور بسهولة إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بسبب الحدود المفتوحة، بينما نفت الحكومة البولندية تلك المزاعم. شولتس أشار كذلك إلى أن ألمانيا قد تتخذ خطوات للسيطرة على الحدود مع بولندا، حيث شهدت ألمانيا في السنوات الماضية توافداً كبيراً للمهاجرين وطالب اللجوء من سوريا وأوكرانيا. أعلن رئيس وزراء كوسوفو ألبان كورتي مقتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار بقرية بشمال كوسوفو. وقال كورتي إن المهاجرين محترفون ويرتدون أقنعة مدججون بالأسلحة ولا زالوا يطلقون النار على شرطة كوسوفو، ووصف الواقعة بالعمل الإرهابي. dhe kundër marrëveshjes bazike në veçanti. Kështu ata kanë shkuar shumë larg. قال رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري إن الحكومة قد أحرزت تقدما في الحرب ضد حركة الشباب الإرهابية، مشيرا إلى أنها قد نجحت في تحرير 45% من المناطق التي كانت تسيطر عليها الجماعات المسلحة. خلال كلمته في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، أضاف رئيس الوزراء الصومالي أن بلاده هي ضحية لآثار تغير المناخ، حيث شهدت سلسلة من موجات الجفاف والفيضانات. وطالب رئيس الوزراء مجلس الأمن برفع العقوبات المفروضة على بلاده منذ أكثر من 30 عاما. تلقى الرئيس الأمريكي جو بايدن جرعة من اللقاح المحدث لفيروس كورونا إضافة إلى اللقاح السنوي للإنفلونزا، وذلك وفق ما أفاد طبيبه. من جهته قال كيفن أوكونور الطبيب الشخصي لبايدن إن الرئيس الأمريكي يأمل أن يحذو الآخرون حذوه. هذا وأعطى المسؤولون الصحيون الأمريكيون الأسبوع الماضي موافقتهم لشركتي فايزر وموديرنا على إنتاج نسخة محدثة من اللقاحات المضادة لكورونا والقادرة على التكيف بشكل أفضل مع متحورات الفيروس المنتشرة حاليا. كما أوصى المسؤولون بأن يتلقى جميع الأمريكيين الذين بلغوا 60 عاما أو أكثر اللقاح المضاد للفيروس المخلوي التنفسي RCV. ذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن العاصفة المدارية أوفيليا قد تحولت الآن إلى منخفض مداري. أكدت هيئة الأرصاد الجوية ومقرها ميامي أنه تم إيقاف جميع التحذيرات من هبوب العواصف المدارية المتعلقة بأوفيليا.
مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية أدت إلى فيضانات وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع، وصلت العاصفة المدارية أوفيليا إلى اليابسة لتجتاح ساحل المحيط الأطلنطي بالولايات المتحدة. هيئة الطقس الوطنية الأمريكية أعلنت أنها أصدرت تحذيرات من العاصفة المدارية والفيضانات لما يقرب من 8 ملايين شخص في إقليم الأطلنطي الأوسط الممتد من نيويورك إلى ساوث كارولينا. وبعد وصول أوفيليا إلى اليابسة بالقرب من إميرالد آيل بولاية نورث كارولينا شرق الولايات المتحدة، تحركت العاصفة المدارية نحو الداخل في مسار شمالي، حيث تسببت في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية. وأضافت هيئة الطقس أن بعض المناطق قد تشهد أمطارا يصل منسوب مياهها إلى 25 سنتيمترا ورياحا تزيد سرعتها على 80 كيلومتر في الساعة، مما يؤدي إلى حدوث فيضانات عارمة في أجزاء من ولاية نورث كارولينا. كانت مدينة واشنطن في ولاية نورث كارولينا من أكثر المدن تضرراً، إذ أظهرت لقطات مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وصول مياه الفيضانات إلى المنازل وغمرت السيارات جزئياً في مناطق من المدينة الواقعة على ضفاف نهر بامليكو. عادت الحرائق إلى إيطاليا وحصرت جزيرة صقلية بسبب الحرارة الشديدة والرياح القادمة من الجنوب الشرقي، وأجلت الحماية المدنية المئات من السائحين في فندق بالقرب من سيفالو. بعد شهرين من الحرائق في أوروبا وموجات الحر القاتلة في العالم بأكمله، عادت الحرائق إلى إيطاليا وتحديدا جزيرة صقلية، حيث حاصرتها النيران وأججتها الحرارة الشديدة والرياح الحارة القادمة من الجنوب الشرقي. في باليرمو وخاصة في منطقة تشافالو اجتاحت الحرائق جميع أنحاء المنطقة، مما أدى إلى تضرر العديد من المنازل ووفاة بعض الأشخاص. وبحسب الحماية المدنية تم إجلاء المئات من السائحين في فندق بالقرب من المنطقة إلى صالة ألعاب رياضية محلية، لكنهم تمكنوا من العودة إلى أماكن إقامتهم بمجرد انتهاء خطر الحرائق. وفضلا عن هذا تم إغلاق عدة مدارس وجزء من الطريق السريع بالجزيرة، فيما تعمل طائرات إطفاء الحرائق على إخماد ألسنة اللهب بلا توقف. حالة الطقس مؤخرا في صقلية بما في ذلك درجات الحرارة التي تفوق 35 درجة مئوية وموجة الجفاف الشديد تمثل ظروفا مناسبة لاندلاع حرائق الغابات التي أججتها الرياح الساخنة التي هبت من أفريقيا. حرب أبهرت كفاءة المقاتل المصري، مكنته من استعادة الأرض والكرامة. الأمر بالنسبة للهجوم جلبته بخط أيدي أنا، أمر أبونا وأمر عبور سوريا وأمر وحدتنا كعرب. تم التنسيق ما بين القيادة في سوريا والقيادة في مصر لساعة الصفر. الضربة الجوية تمت، 220 طيارة، جميع الأهداف تحت الضربة دمرت. فالرئيس قال مبروك يا أولاد، العدو فقد توازن. بذلك تحطمت أسطورة التفوق الجوي الإسرائيلي في الساعات الأولى للحرب. أكتوبر 73، 50 عاماً من العزة. سجل التاريخ بطولات عدد من القادة ودورهم في حرب أكتوبر، من أبرزهم المشير محمد عبد الغني الجمصي رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة. ولد المشير محمد عبد الغني الجمصي في محافظة المنوفية في 9 سبتمبر عام 1921. تخرج في الكلية الحربية عام 1939 وظهرت بصماته في التخطيط لجميع مراحل حرب أكتوبر عام 1973. سوف نسلم أعلامنا مرتفعة هاماتها، عزيزة صواريخ. في سجلات نصر أكتوبر المجيد، أحداث وشخصيات بذلوا العطاء فاستحقوا الثناء تقديرا لما قدموه من أجل عزة وكرامة الوطن. وفي تلك السجلات تسطع أسماء ورموز يتلألأ ذكراها في السطور والكلمات.
ومن بين هذه الأسماء المشير محمد عبد الغني الجمصي رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في حرب أكتوبر. ولد في محافظة المنوفية في 9 سبتمبر عام 1921، وتخرج في الكليات الحربية عام 1939 ضابطا بسلاح المدرعات، وخاض حروب مصر المعاصرة بدءا من حرب فلسطين. شارك في إعادة بناء القوات واستعادة كفاءتها غرب القناة وبناء الدفاعات بعد حرب يونيو عام 1967. ساهم في تخطيط وإدارة الأعمال القتالية حتى عام 1968، وقائدا لمجموعة عمليات الجبهة السورية عام 1970. ثم عين نائبا لرئيس أركان حرب القوات المسلحة ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة من عام 1972 وحتى عام 1973. ظهرت بصمته المؤثرة في التخطيط لحرب أكتوبر عام 1973 من خلال الخطة جرانيت 2 المعدلة، أعد التوجيه الاستراتيجي للقائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي تمثل في تحدي نظرية الأمن الإسرائيلي عن طريق عمل عسكري. وشارك في إدارة حرب أكتوبر في كل مراحلها من 26 وحتى 28 أكتوبر عام 1973. اندلعت حرب أكتوبر 73 واندفع فيها رجال القوات المسلحة يقاتلون ببسالة وإيمان، فانتزعوا النصر وسطروا أروع صفحة في تاريخنا الحديث. قاد المفاوضات العسكرية لفض الاشتباك الأول مباحثات الكيلومتر 101 وصولا لاتفاقية النقاط الست يوم 9 نوفمبر عام 1973، وقع اتفاقية فض الاشتباك الأول في 18 يناير عام 1974، واتفاقية فض الاشتباك الثاني في 1 سبتمبر عام 1975. ثم عين رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلفا للفريق سعد الشاذلي في 12 ديسمبر عام 1973، ثم وزيرا الحربية والقائد العام للقوات المسلحة في 12 ديسمبر عام 1974. حصل على العديد من الأوسمة والأنواط والنياشين تقديراً لدوره في التخطيط لنصر أكتوبر المجيد، فسجل التاريخ العسكري المصري اسمه بأحرف من نور كأحد أبرز القادة العسكريين في العصر الحديث. ولازلنا مع قصة بطل جديد من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، إنها المشير أحمد بدوي قائد الفرقة السابعة مشاة أثناء حرب أكتوبر. ولد المشير أحمد بدوي في 3 إبريل عام 1927 بالإسكندرية، وتخرج في الكلية الحربية وتقلد عدة مناصب، واستطاع البطل صد هجوم لإسرائيل الذي استهدف مدينة السويس، وكرمه الرئيس الراحل محمد أنور السادات ومنحه نجمة الشرف العسكرية. سوف نسلم أعلامنا مرتفعة هاماتها عزيزة صواريخ. في سجلات نصر أكتوبر المجيد أحداث وشخصيات بذلوا العطاء فاستحقوا الثناء تقديرا لما قدموه من أجل عزة وكرامة الوطن. وفي تلك السجلات تسطع أسماء ورموز يتلألأ ذكراها في السطور والكلمات. ومن بين هذه الأسماء المشير أحمد بدوي قائد الفرقة السابعة مشاة أثناء حرب أكتوبر. ولد المشير أحمد بدوي في 3 إبريل عام 1927 بمحافظة الإسكندرية، والتحق بالكلية الحربية وتخرج فيها عام 1948. وفور تخرجه اشترك في حرب فلسطين عام 1948، ثم عاد بعد الحرب ليعمل مدرساً في الكلية الحربية،
سافر في بعثة دراسية إلى الاتحاد السوفيتي، حيث التحق بأكاديمية فرنز العسكرية العليا، وتخرج بعدها حاملا درجة أركان حرب عام 1961، ثم التحق بأكاديمية ناصر العسكرية العليا عام 1972، وتدرج في المناصب القيادية بسلاح المشاة حتى تولى منصب قيادة الفرقة السابعة المشاة الميكانيكي. وعندما قامت حرب أكتوبر عام 1973، استطاع البطل مع رجال فرقته عبور قناة السويس إلى أرض سيناء ضمن فرق الجيش الثالث الميداني، وتمكن من صد هجوم إسرائيلي استهدف مدينة السويس. تبلغت إليك الأوامر الصادرة بالصمود، ادعى العدو أن السويس احتلت. هل احتلت السويس؟ لم يتمكن العدو من احتلال السويس ودمر جميع دباباته التي حاولت دخول السويس، وتمسكنا بالسويس وظلت صامدة ولم ينل منها العدو أبدا. وفي 13 من ديسمبر عام 1973 رقي إلى رتبة اللواء وعين قائدا للجيش الثالث الميداني. وفي 20 من فبراير عام 1974، وبعد تحقيق نصر أكتوبر العظيم، كرمه الرئيس الراحل محمد أنور السادات في مجلس الشعب ومنحه نجمة الشرف العسكرية. كانت قوات بدر تحت قيادتك حول 50,000 بأسلحتها ومعداتها. هل حافظت على المعدات والأسلحة؟ حافظت على جميع معداتي وأسلحتي، وقاتلت العدو ورديت على جميع اشتباكاته بعنف، وطورت الهجوم وعدلت مواقعي وكسبت أراضي جديدة. وفي 25 من يونيو عام 1978 عين اللواء أحمد بدوي رئيسا لهيئة تدريب القوات المسلحة، ثم رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة في 4 من أكتوبر عام 1978، ورقي لرتبة الفريق في 26 من مايو عام 1979، ثم عين وزيرا للدفاع وقائدا عاما للقوات المسلحة في 14 من مايو عام 1980. مثل هذا اليوم من عام 1973 قالت مصر للعالم كله أن رصيدها من الصبر على استمرار العدوان قد نفذ، وأنها تخوض الحرب ليس باعتبارها هدفا أو غاية، بل كوسيلة حتمية وطريق وحيد آنذاك إلى رحاب الحرية والأمن والعزة. وفي 2 من مارس عام 1981 لقي الفريق أحمد بدوي مصرعه عندما سقطت به طائرة عمودية في منطقة سيوة، وأصدر الرئيس الراحل أنور السادات قرارا بترقية الفريق أحمد بدوي إلى رتبة المشير تقديرا لدوره وبطولاته في العسكرية المصرية. للجيش الثالث اللي قيل عنه أنه محاصر، ولقائده أحمد بدوي الذي رقيته وهو في الحصار قائدا للجيش. الجيش الثالث الذي حمى السويس، الجيش الثالث الذي صمد وضرب أروع أمثلة البطولة والفداء والصمود، ولقائده أحمد بدوي له تقديري وتقديركم جميعا تعبيرا عن تقدير الوطن كله.
تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية خالد صديق عددا من ملفات العمل. أكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي يقوم به صندوق التنمية الحضرية انطلاقا من رؤية الدولة نحو تطوير العمران القائم والحفاظ على الطابع الحضري للمدن المصرية. استعرض الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي لمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى في إطار تنفيذ المرحلة العاجلة منه، وتتم المرحلة في 23 موقعا ب 13 محافظة على مستوى الجمهورية، وتشهد تنفيذ نحو 61 ألف وحدة سكنية بنسبة تنفيذ تصل إلى 92%. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددا جديدا من مجلة بوصلة السياسات، وهي إصدار غير دوري يهدف لمتابعة تطورات السياسات العامة حول العالم. سلط مركز المعلومات في إصداره الجديد الضوء على منصات السياحة الموحدة التي تم إطلاقها كأحد أوجه رقمنة قطاع السياحة، بجانب خطوات بناء وإطلاق منصات السياحة الموحدة بدءا من متطلبات عمليات تطوير المنصة وصولا إلى هيكل المنصة. وأشار المركز إلى جاهزية مصر لبناء منصة مماثلة تشمل تقنية البحث الذكي والذكاء الاجتماعي، فضلا عن الجهود التي بذلتها الدولة مؤخرا في إطار تطوير قطاع السياحة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء حول إلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر. أكدت وزارة التجارة والصناعة أن قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل سيتم تطبيقه اعتبارا من الأول من أكتوبر حتى نهاية ديسمبر المقبل. وأوضحت وزارة التجارة أنه تم إرجاء تنفيذ هذا القرار لعدة أيام حتى يتسنى الانتهاء من تسليم كافة شحنات البصل المتفق عليها مسبقا للمصدرين. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة مواد تعليمية وتدريبية للمناهج الدراسية لجميع الصفوف الدراسية للعام الدراسي 2023-2024، والتي يمكن للطلاب تحميلها مجانا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. أوضحت الوزارة أن هذه المواد التعليمية والتدريبية تم وضعها من خلال كوادر تعليمية متميزة تساعد على إتاحة أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية، وذلك بهدف تقديم شرح مبسط وأكثر تفصيلا. يأتي هذا في إطار حزمة إجراءات تهدف للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور ومساعدة الطلاب لتحقيق أقصى معدلات التحصيل الدراسي. وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة على شاشة التلفزيون المصري، ولا يتبقى سوى التذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. الرئيس السيسي يستقبل وفدا صينيا ويؤكد حرص مصر على الإسهام الإيجابي في التصدي للتحديات العالمية الراهنة. مدبولي يستعرض مقترحات غرفة الصناعات المعدنية بشأن تعميق الصناعة وزيادة الإنتاج والتصدير. أذربيجان تؤكد أن عملياتها العسكرية في كاراباخ ساهمت في عقد معاهدة السلام، وأرمينيا تدعو لمراقبة حقوق الإنسان في الإقليم. مشاهدينا الكرام، وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة الثالثة من التلفزيون المصري. تحية لكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء.